أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قطاع التربية الوطنية أن الإعلان عن نتائج اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2019 سيتم 26 يونيو الجاري، وذلك بعد إجراء المداولات. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن عملية تصحيح إنجازات المترشحات والمترشحين انطلقت بجميع مراكز التصحيح بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بمشاركة حوالي 44200 أستاذ للقيام بهذه العملية، مشيرة إلى أن نسبة الحضور في هذه الاختبارات بلغت 96.8% لدى المترشحين المدرسين و 55.7% لدى المترشحين الأحرار. وأبرزت الوزارة أن هذه الاختبارات مرت في أجواء جيدة وإيجابية طبعا خراج جميع الفاعلين الإداريين والتربويين بجد ومسؤولية في إنجاح الاستحقاق الوطني حسب البلاغ. وسجلت الوزارة أن هذه الدورات ميزت باعتماد الاختبارات المكيفة بالنسبة للمترشحين والمترشحات في وضعية إعاقة حسب نوع ودرجة الإعاقة في 13 مسلك، إلى جانب اتخاذ جميع الترتيبات لتشكيل لجان تصحيح وطنية لتصحيح إنجازات هذه الفئة من المترشحين، وتميزت أيضا باجتياز أول فوج للمترشحين الأحرار لامتحان الوطني الموحد للبكالوريا المهنية.